بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة جاية لكم بفكرة بسيطة قوي كالعادة، يعني فكرة بسيطة لو أنا بستخدمها وبعملها، وقلت لو حد مثلا ممكن أفيد بيها حد. هي بتعتمد على إن يبقى عندي خدادية قديمة، يعني مثلا أنا عندي كيس خدادية قديمة، عندي كيس خدادية أنا مش بستعمله لان خلاص يعني اللون ده مبقاش يليق على لون الانتريه اللي عندي وكده، فانا مش عارفه اعمل بيه ايه. ففكرت في فكره كده ينظم ليا بعض الحاجات. ايه الحاجات اللي هو هينظمها لي؟ طبعا الخداديه اهي، وكمان فيها كيس الخداديه فيه سوسته كمان، يعني لو حاجه اتحطت فيه او اتشالت فيه ايه اللي هيحصل؟ ان هي هتحافظ عليها. تمام. طبعا انا غسلت المفارش، مفارش النيش مثلا، ودي علقات الستاير اللي هي الرابطه بتاعت الستاير، وعندي اكياس خداديات تانية، وعندي مفارش ومفارش سفره ومفارش مثلا للترابيزات الصغيره. فانا لما بحطها في الدرج بصراحه بتتكركب وبتتزحلق كمان، لان القماش نوعيه القماش اللي زي دي بتبقى نوعيه كده زي الحرير او معرفش اسمه ايه بالظبط، فبيزفلط كده وممكن واحد يتنطور هنا واحد يتنطور هنا. فانا بحطهم كلهم، بطبقهم تطبيقه معينه كلهم، وبحطهم في قلب الخداديه دي بالمنظر ده. ابتديت اهو احط، حطيت اللي هي مسكات الستاير، وهي المفارش دي واحده كده مع بعضها بالراحه كده، وبرده دول المفارش دي. وعلى فكره الكيس الخداديه ده ياخد حاجات كتير، وبرده مفرش السفره، لان احنا عندنا يعني عاده البيوت المصريه ان طبعا فرش العيد، العيد ليه فرش والايام العاديه ليها فرش، وكمان في الصيف فرش مثلا وفي الشتاء فرش، فنحافظ على الحاجه بتاعتنا. ومثلا دي مثلا حاجه العيد تتشال في كيس خداديه لوحدها، حاجه مثلا الايام العاديه هكذا كده. بالطريقه دي هننظم والموضوع هيبقى سهل علينا جدا لما نطلع الحاجه. نطلع بقى بعد كده الحاجه بسهوله، ونبقى مثلا عارفين كيس الخداديه اللي لونه مثلا اخضر ده حاطين فيه حاجه العيد، ده حاطين مثلا فيه مفارش السفره والنيش ده هكذا. فالفكره دي قلت اقول، وهي فيها سوسته اهي، هقفلها لكم. لسه كمان الخداديه عايزه، وممكن احطها بكل سهوله، مثلا ممكن احطها في الدولاب، ممكن احطها في درج، مفيش اي مشاكل. يا رب الفكره دي تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والضغط على الجرس عشان يوصلوك كل جديد، واحلى كومنتات من احلى متابعين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.